عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، كيف حالكم؟ الحلقة 7 توتال وور نابليون والبسناتك أن الله على وقت يضبط الاستعدادات حق التصوير، ارفع هذه فوق. أيوة طيب، تكمل مباشرة يا حلوين. الدور هذا ما في شيء. اوكي عرفت هذا مين. خليه هنا على الحدود، بس خليه يهين، لا زال في نقص في عدد الجنود. معي 178 جملة نقدية، الاساطيل البحرية اللي عندي هذه وهذه وهذه. طول البحر ذا ما ادري ايش قاعد يسوي صراحة. خلينا نجي نتفرج على الوضع اللي حاصل في السواحل الفرنسية. طبعا الحلقة الماضية شفنا انه في جيش او جيشين بعد بريطاني في الانحاء هذه، فالظاهر انه فرنسا دعستهم فازت عليهم. نستمر طبعا احنا في ذا. لاحظت شيء بعد قبل ما ابدا التصوير، ان المماليك قاعدين يتهجرون مع فرنسا، الظاهر سووا معاه سلام عشان يواجهون الغزو العثماني ضد المماليك اللي هو احنا طبعا. يا مين لست ننهي الدور. حلو، بريطانيا حركت جيوش ثانية الحين الى من قبرص الى اوكي. رجعت سفينة بعد. اوكي several weeks association with back walls and boundaries in the underbelly of the city. Your spy established a capability network of local informants. He will now be able to provide you with a steady stream of intelligence about the region. لما تحط الجنرال او عفوا الجاسوس في مدينة اكثر من دور، يبدأ يكشف لك كل المنطقة في هذه المدينة. فلاحظ راح غبار او ضباب الحرب ومظاهرة منطقة سيناء بالكامل، بما اني حاط الجاسوس في جنوب سيناء في العاصمة. فبنى قاعدة جواسيس كافية اعطوه معلومات عن وجود جيش من قبائل البادية في هذه الانحاء من 8 وحدات متوجه الى عريش في شمال سيناء. هذه معلومات استخباراتية قيمة جدا وممتازة، و يعني بتساعدني. لا 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 انا ودي اضرب هذه صراحه، ودي اضربها واخذها. الحين قبل بعدين. يب تكون معركه مره متعبه، بس انه هتكون حلوه صراحه. مراد بي عنده 5800، احنا تقريبا 5900. الزقازيق في مصر، فمهم ان يضربها. مدينة مملوكية مهمة جدا يضربها، دمر هذا الجيش بالكامل. وبعدها طبعا نقدر نقول نصد هذاك الجيش من قبائل البادية، ونكون يعني خلصنا على جيوش كبيرة جدا من اعدائنا. نزلوا في ارض المعركة، عندهم مدفعين، وحدات مشاة، خيال عندهم محدث بس، بالإضافة إلى حرس الجنرال. بس ضعيف ذا الحرس، يروح بسهولة. لا يحتمون في هذه المدينة، لو احتموا فيها رحنا فيها. بنحتمي فيها حنا، نحاول ناخذها حنا قبل ما ياخذونا. رهيبة دي. طيب نجمع الخيالة مع بعض. عندنا خيالة طيبة في هذا الجيش. طبعا بالشكل ذا مشكلة بيكون، لأنه لو ضربنا المدفع بيحوسنا. عندهم مدفعين مو مدفع واحد. طيب عندنا طبعا وحدات خبرتها عالية في الجيش ذا.
فنبغاها معركة مدينة هنا، نبي نجيهم من الجهة ذي. اوكي. عندنا مدفع بعد. وجنرال. كلكم سيدة، روح 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 روح. المدفع نبغاه يضرب المدفع حقهم. ما ادري اذا يقدر. لا. هذا المكان. يقدر، ليش ما يقدر؟ باقي الجيش كله، روح سيدة، روح روح روح. استغل تضاريس حق المدينة ذي. طبعا في وحدات وصلت، في وحدات واقفة، لازم نضبط الوضع، نعطيهم أوامر. أوه هذا يطلقون. أوكي حلو والله، مرة حلو. خذوا 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 هذه بسرعة. اخذنا احد المباني، ما ادري اي واحد بس الزبده. هذا اوكي. اوكي. طيب الخيالة هنا وش السالفة؟ اجلد اجلد. خلنا نجلد الوحدة ذي، ما ادري ايش تبي. ايه تعال. ولا لا انت اللي تعال. حلو ناخذ المباني هذه. مدفع بيودع نفسه. هذه راحت فيها. طيب نبي وحدة ثانية عسكرية في المبنى هذا. طيب الخيالة.
وش فيهم ذولا؟ أما عاد انسحبوا ولا ايش ما ادري. وات نشوف اذا نقدر نخش المقبره. طيب عموما ظاهر في جلتش او شيء ما ادري والله، بس تعال خلنا نهاجم. بس ذولا شكل ما راح يجيبون هالبر. نتقدم. استغل الخيالة. نضرب المدافع. المدافع حقتها من العلة ذي. تشكيل المربع ذا حلو ضد الخيالة. ما عندهم خيالهم. قاعدين نجلد فيهم الحين. استغل خيالاتنا. استطعنا نحرق الوحدة ذي. نكمل على الوحدة اللي بعدها. طبينا على المدافع، ضربناها. طبع المدفع ذا. هذه الوحدة خلها واقفة. الوحدة ذي نقدمها نفس الشيء هنا. جنرال والمدفع استمر اضرب بشكل عشوائي يا مدير. خلنا نرجع ورا شوي. الله يسكون علينا. نسحب الجنرال الوحدات. نجلد الوحدة ذي بعدين نلف على هذولا. يلا 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 يلا. سويت انا وين جنرال؟ خلنا نسحبهم ورا. نبيهم يجون عند المباني ونسحب ذولا. ارجع 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 ارجع. هذا مش ذا. هذا الوحدة قفطاها.
خيالتنا بدعت. خل نجلد الوحدة دي. والله تعبانين. خش 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 خش. خلص من هذولا الوحدتين ذي مسببين لنا مشاكل. الحين نضرب الجنرال. نرسل لهم واحدة. جلدنا الجنرال اللي في المباني يشتغلوا. جيب ذولا هنا. دمر الوحدة دي. دمر الوحدة دي. يا الله. ما يقدرون علينا. خيالاتنا كثيرة مرة. فعلا هذا اللي صار. اذبح الجنرال حقهم. تعال انت رجع لا تخلي ذا يروح. نوزع الوحدات. ثلاثة يروحون هنا واحد ينفصل وثلاثة واحد يروح هناك ينفصل. المدفع نقول له وقف. طبعا هذول قاعدين يطلقون من هذا المكان المحصن. ما بقى احد اتوقع كلهم ماتوا. اي هذا الوحده بس. لا تطلقون اخويانا قاعدين يشتغلون. يا سلام. خسرنا 1277 من اصل 6000. هم خسروا كل جنودهم. ناخذ المدينه بسلام. معركه سهله. معركه الشرقيه. فأخذنا مدينة الشرقية بالكامل بالمزرعة حقتها والمدينة التابعة مدينة صناعية فيها مصنع. أوكي. طبعا يبقى هذا الميناء. ما أدري شو وضعه صراحة. هل نقدر ناخذه بالسفينتين دي؟ أو لازم أحرك لجيش؟ اتوقع لازم احرك الجيش.
اوكي عندنا هنا طبعا جيش ما ادري ايش يبي ظاهر انه موجه لنا هنا نطلع له نطلع له جنود بسيطة اوكي عندنا مدفع وعندنا جنرال ندمجهم مع جنودهم يطلعون نجلد هذا الجيش اوكي هذا الجيش لازم يريح عندنا طبعا اوكي بينا هيل اوكي في جيوش هنا منطقة المنصورة و دمياط بعدها بنكون على الحدود مع فرنسا ما نبي نقرب منهم بسرعة قبل على الأقل ما نخلص من هذولا افندم سولا مارش هذا الجيش كامل والكمال لله سبحانه وتعالى الدور اللي بعده فوض على طول طب عليهم اقدر نسوي شيء كشفوا الجاسوس تقرير بناء مباني 300 عملة نقدية جميع المدن وضعها زي الفل بدي اسوي سلام مع فرنسا طيب بسيطة بنجلدهم على الأقل بس يعني يعني ما بتقدم أكثر من كذا بخلي المماليك إلين بس أخلص من ذولا فرنسا عموما بريطانيا بتهجم ما راح تخليهم بعد الجيش هذا تقدم حلو خلينا نجلده افندم امير لرنيز طيب عندي 3300 نبي نطور فيها البنية التحتية صار عندنا جيش هنا الحين حلو مرة حلو شو بدي اخذ الميناء هذا صلح الثكنات شوف الاهرامات خوفو خفرع منقرع اتوقع هذا اسمهم ولا هذا خوف وخفرع من قرع هذا ابو الهول والقاهره طبعا مطلوب لنا ناخذها نهر النيل افندم طيب لوردوم افندم لو خليناها ثكنة عسكرية طب لحظة أنا عندي ثكنات هنا صحيح؟ في ثكنة أتوقع إني طورتها مستوى الأخير أتوقع هذه
لازم اطور الثكنات اللي هنا المستوى الاخير لازم هذه على الاقل او هذه اولها او الشرقيه ممكن لحظه اي موجود عندي ما يحتاج دور واحد المستوى الثاني يمديني يطلع اعداد اكثر يعني الحين ممكن نبلش بالشوارع بس صح اول الشوارع المناطق الصغيرة هذه اه طيب 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 ننهي الدور خلينا نشوف كيف هم يتحركون بعدين انا بتحرك مو بكل انا اتحرك الو احلى انا ابغى يطلع جيوش من ذا المدينه ما ابغى يتمركز بالطريقه ذي حرب بين فرنسا والمماليك يا سلام هذا اللي نبيه احنا نبيهم يحاربون المماليك ما نبيهم يتاجرون معاهم الملك من هنا طلع جيش وهذا الجيش هنا قاعد يهيل اوكي عندنا مصنع هنا يمكن نخليه صانع اسلحة اذا خلينا صانع اسلحة يقلل تكلفة الجنود في هذا المنطق اذروايز اوكي طيب نحارب الوحدات هذه عندهم خبرة بس بنجلدهم بنجلدهم طبعا يعني وحدات ما هي مرة قوية بس لازم نوقف زحفهم على الأقل أوكي حلو في مبنى هنا يا سلام هم عندهم مبنى بعد هذا نفس الحصن اللي اول الحصن ذا رهيب يساعد بشكل كبير في دعس الوحدات فجيب كل الجيش هنا خلي الوحدة دي تجي تقش في المبنى ذا راح يشيل لنا نصهم بس باقي الوحدات Milisler. Önünüzü bekliyorum.
والله ودي نهاجمهم وناخذ المبنى ذا. هذا يشيل عدد اكبر يعني. ما ادري والله، لكن انشوف اذا نقدر نضرب الجنرال حقه من هنا. نرفزهم من هنا. جد فيهم ولا حولهم؟ اتوقع حولهم. ما جد فيهم. ما تشوفون؟ بطاريه امرينيزدير. نحاول نطلق على هذول. اوه والله جت فيهم طلقه. Emirlerinizi bekliyor komutanım. Efendim. Milisler yaklaşıyor komutanım. Milisler. Hadal اضطر يقعدون برا، نص وحدتهم جوا ونص وحدتهم برا. نحاول نحميهم بالوحدة ذي. شكله عندهم مدافع، شكله عندهم مدافع. لذلك خلي الوحدة ذي تتقدم وتجلدهم. شوف ذا هذا جيشهم جاي مقلع جيشهم. اطلق عشوائي مدير.
غريب الوحدة ذي ما تستجيب يعني قاعد أقول أطلق ما غريب. والله ما هم راضين يسجلون. عموما نوقف هنا. انت خلاص 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 ندع صابك. نطلق على الجنرال حقهم ذا. ميليسلر اميرلري ويقولوا ميليسلر ازركم. هذا وين مودين وجههم ذول؟ هنا طالع هنا تهل. هذه اسوء وحده صراحه الاورتا هذه ما عجبتني. عندي مطلع هذه بس شلون صراحه رخيصين بس ما ادري كيف ما يجملون. يب درع الوقت. طبعا وحدات سيافين اللي ضدنا هنا. Efendim. Emrinizi bekliyorum. Milisler. على كذا وين الجنرال؟ طبعا المدفع شغال فيهم طلقة كانستر شوت اللي زي الشوت جن. هذا الوحدة بيها تجي هنا أنا. نشوف كيف ميليستر
اوه اوكي وش اللي قاعد يصير هنا؟ قاعدين يهاجمون الجنرال هيك. يبدو اوكي. طازع على الوحدة ذي. ما ادري ايش فيهم متجمدين. دقيقة. هذا جنرال حقهم. لا تطلع من المبنى، لا تطلع. طيب سيافينا اقوى من وحداتنا بشكل كبير. بس ودي اجهز الجنرال حقهم صراحه. نشوف اذا اقدر اطيح ولاهم. والله اقوى والله دعسانة. فتفوز الخبرة. نعم تفوز الخبرة. خل نسحب الجنرال لا يموت اذا نقدر. هي بالضبط. اوكي. Our men are running, sir. والله ما سوينا فيهم ولا شيء. طيب. يبغى لهم وحدات زي الناس، يبغى لهم زي ذي، هذا حلو. فلسطينيينز ذولا فلسطينيين رهيبين. لا مش في وحدات ثانية بعد. احس ثكنات يا ابو كلب صراحة، يبين اطورها. حلو. حاولنا نوقفهم ما قدرنا. الوحدات ذي تريح. طيب لازم نضرب المدينة ذي الحين. لازم نضرب المدينة باللي هي. عندهم سفينة هنا حنطيرها إن شاء الله.
Sola marş. Marş. Ek emriniz var mı? Valla fazla القاهرات. Marş. Afi amhak fazla. يا جيش يقول كيف الحال؟ افندم طيب والله شغل hazırlanın الدار وش ذا جاسوس فرنسي ولا حكيم؟ حلو نرجع كم جيش عندهم ذا؟ ول 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 خيالة مملوكية ومدافع مدري ايش واضح جيشهم مشغولة في مكان ثاني ما هم فاضيلي فهذا شيء حلو قبائل بادي عندهم جيوش رايحين جايين طيب احنا بنينا المباني طلعنا الجاسوس حق يقول يا كثرة جيوشهم هنا ولا لا تشيل هم الوضع تحت السيطرة يا صاحبي خل نرفزهم شوي بس وريهم ان احنا في الطريق الطريق hazırım شنو takibedin onları takibedin onları hurra hurra اهو evet lordum zafer sola marş ileri marş طيب الجنرال كسب خبرات جيش انسحب إمكانية استخراج جنرال في المدينة هذه عندنا هذا الديلي هوس من رهيبة عندنا الأزارز الريجلرز مدري وش وضعهم والله قوية مرة هذه مو قوية مرة بالعكس ضعيفة شوي عددهم حتى قليل 280 اوكي طيب الان بدينا نبني الكورت اوف جاستس مجلس القضاء الاعلى ومدينا ايضا نبحث بحوث ثانية ودي انها تكون عسكرية يعني زي هذه دايموند فورميشن خاصة بالخيالة هذا بيسمح لي اطلع هذا ماس موبيلايزيشن 7 ادوار بعدين اطور هذه عشان نقلل تكلفة الجنود يسمح لي اطور المدرسة العسكرية الدريل سكول اللي تسمح لي اطلع وحدات اكثر عززنا الجيش ذا بوحدات قوية الله يا رجال هنا اوكي الحين نروح نقبض على هذا الجيش افندم اميرلرنيز اوكي بريطانيا رايحين جايين قبائل بادية ياخذون نفسهم الأخير سحبوا جيشهم هذا مدري من الزنينة
هجم عليه جيش الضخم. والله معركة عددهم 7600، فوضى فوز عليهم بالراحة. دامهم هم اللي مهاجمين بجيشهم الضخم ذا اللي ما داعي. نحوس محوس، حداتنا أقوى في جنوب سيناء، عارف هو ما راح يقدر يسوي شيء، فمهم نقضي عليهم في المعركة هذه. استغل تضاريس المعركة بأننا فوق مرتفعين، خلهم يجون عندنا والله نمسحهم مسح. عندنا سيافين بعد، مهم الجيش يكون متشكل. انا جيشي كلها يعني عشوائيه وذا، واغلبهم رماه غلط. المفروض الجيش يكون فيه زي ذول السيافين، حتى يخشون من الخلف بعد ما يتصدمون بوحدات مثلا الرماه البنادق وهكذا يعني، فهذول نحتاجهم مثلا. طيب الجبل هذا ما هم يعني في مشكلة بالباثنج، في جلتش يعني وحوسة ما راح اقدر اطلع عليه الا فوق مرة ممكن. كثر عددهم. طيب وين خياله؟ هذا وش نضرب جنرالهم بس. نطبع على جنرالهم، ما ادري ايش قاعدين يهببون. طلع فيه سيافين. وات شوت.
تعال هنا يا عمو، تعال هنا، وين رايح جنرال؟ اجي ذا نجيبه هنا. تضاريسنا مو مرة حلوة. لاحظ الوحدات ما راضت تستجيب، يعني خريطة فيها جلتش ما في. بس والله يا جيش مضخم، يا أكبر معركة يمكن لعبتها للحين. عم روقنا، ما هو اندر اتاك ولا شيء. بيوتر اهبل. What the hell. يا عمي تعال حرك هنا. طبيعي. شفت كيف الأحداث ذي قوية؟ اوكي. بنبدأ نهاجم من الجناح الأيمن، أنا عندي مشكلة في التحكم هنا مرة، الكاميرا زفت. خش بقوة. تقطيع حوسة، عدد ضخم جدا، بس بسيط. اكتسحنا اللي هنا. هنا لازال في مشاكل.
اوه في وحدات هنا في وحدات. كيف الجبل؟ نجيب الوحدات ذي تخش. الا ما تلقون. نجيب الخيار هنا. خلاص 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 خلاص. يا ساتر في وحدة فوق بعد. الوحدة اللي فوق ابغاها تستقبل وحدة. نطبق ذي على الجنرال، نقدم الجنرال نجيبه لهنا، نرفع الولاء. الوحدتين ذي ما لها داعي قاعدة كذا، نقدمه. طيب غش غش غش. نبي خيالة هنا في الجناح الأيسر قاعدين ندعس. خلي السيافين يضربون جنرالهم. هاي الثلاث وحدات تسند من الخلف في الوحدة بها. خلي الخيارة كلهم يروحون. ايوه انه في وحدات جاية من هناك. انتم كلكم الاربع وحدات اجلدوا الجنرال ذا. الجنرال حقنا وينه؟ والله جد والله جد. ايش خش على ذا خش على بدي اسوي. هذه وحدات معاه بنادق الظاهر ولا سيوف. ولا سيوف ما ادري ايش قاعدين يسوون. جنرال هم دعسناه صحيح باقي. قبل ما ينحاش ذبحناه.
مساكنة واحدة من الوحدات حقتهم فوق. في عندنا وحدة هنا. هذا مساكنة. أين شجاعتك؟ يا سلام، باقي وحدتين هنا. جنرال متحمس رايح لهم على طول. لا هدي حبيبي تعال. الرماة اللي فوق مسكوا وحدات. ايش قاعد تسوي؟ تعلقت بالجبل الظاهر. يطلقون. شوف السكيل حق المعركة قديش. يا ساتر. لا لا تعبوا خلاص. كذا مسحنا احد اكبر جيوش قبائل البادي. عددهم كان 7000، سلم منهم 6300، عددنا احنا 8900، شالوا مننا 3100 وباقي ما خلص. انه هو اللي هاجم قاعد يسحبني شوي. من الذين شوف جيشهم كيف. ما تسنت لي الفرصة أقضي عليهم بالكامل، لكن بنستمر نطلع سفن في هذه البتاع والبحري، نستثمر فيه شوي. هنا في جيش جاي نستقبله، أحلى استقبال. أوكي، المهم بنهي الحلقة، نشوفكم في الحلقة الجاية، مع السلامة.